السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد الأسبوعي. وفي عناوينها: لمدة 6 أشهر مجلس الأمن يوافق على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. المخدرات تضرب مناطق سيطرة النظام والعاصمة أبرز المناطق المتضررة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج المشهد الأسبوعي. مدد مجلس الأمن الدولي آلية إدخال المساعدات الإنسانية لستة أشهر فقط عقب تعديل روسي على مشروع القرار الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت عليه، فيما اعتبره منسقو الاستجابة قرارا مخيبا للآمال. التقرير التالي والتفاصيل. مع زيادة الحاجة للمساعدات الإنسانية في سوريا تقل فرص دخولها، فمن 4 مداخل عبر الحدود إلى معبر بستة أشهر فقط، يصوت مجلس الأمن لإدخال المساعدات التي يحتاجها أكثر من 4 ملايين شخص في الشمال السوري بسبب ما وصف بالتعنت الروسي. تعلق روسيا على القرار الذي حمل شروطها بأنه نمط مثالي لآلية المساعدة عبر الحدود السورية، بينما لا ترى معظم الدول ذلك، لا سيما التي امتنعت عن التصويت كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. الولايات المتحدة لن تتخلى عن السوريين في وقت الحاجة، وستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا. هكذا تعلق مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد على القرار الذي مر بتصويت 12 دولة من أصل 15. أما الاتحاد الأوروبي فقد اعتبر تمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 6 أشهر غير كاف، بحسب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، الذي أضاف أن هناك مساع أوروبية لمنع النظام من الهيمنة على المساعدات. ترحب تركيا بالقرار ويستنكر الائتلاف، بينما تعبر منظمات عاملة في الشمال السوري عن خيبة أمل من مجلس الأمن بحسب منسقو الاستجابة الذي اعتبر القرار اعترافا بالنظام، بينما اعتبرت منظمة وورد فيجن انترناشونال أن مدة 6 أشهر وقتا غير كاف لتخطيط الاستجابة الإنسانية، مشددة على أن ذلك يخلق قيودا لوجستية غير ضرورية لإيصال الإغاثة التي تحافظ على الحياة في سوريا. وبينما يتعلق مصير ملايين السوريين بقرار الأمم المتحدة والفيتو الروسي، يقول مشروع إن ثروات سوريا كافية لحل المشكلة. الطرح هذا اقترحته شركة بريطانية، ويتضمن المقترح أن تذهب عائدات مبيعات النفط السوري إلى صندوق دولي يمول مشاريع إنسانية في سوريا بدلا من النظام، نظام موصوف بأنه سبب المشكلة الإنسانية في سوريا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا منصور صبرة مراسل حلب اليوم من إدلب. أهلا بك منصور. بداية، كيف ينظر الناس في إدلب لتجديد التفويض الأممي لإدخال المساعدات إلى سوريا؟ نعم أمير، بالطبع أمير، كانت هناك مطالب شعبية هنا بالداخل السوري أن تكون هناك أكثر من معبر لدخول المساعدات الأممية. نحن نعلم أنه خلال منذ عام 2020 تم حصر إدخال المساعدات الأممية الإنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر واحد بعد إغلاق معبر الذي كان يتواجد في ريف حلب الشمالي، وتم الإبقاء فقط على معبر باب الهوى الحدودي. أيضا كان هناك أمل بأن تمدد لأكثر من عام وأن يصبح هذا القرار هو قرار روتيني لا يحتاج إلى جلسات في مجلس الأمن، وأن لا يكون عرضة للعرقلة من قبل أي دولة أخرى، وأن يبث في ذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى لا تتمكن روسيا من عرقلة هذا الأمر. لكن ما صدر عن مجلس الأمن وعملية تجديد هذا القرار لمدة 6 أشهر فقط هو كان حقيقة دون المأمول من الشعب هنا، من الناس هنا في الشمال السوري، على اعتبار أن هذه المدة أولا هي تم تقليص المدة السابقة والتي كانت تمتد لعام كامل إلى 6 أشهر فقط، وهذا الأمر من المؤكد سيؤثر على نوع المشاريع وعلى التخطيط للمدى البعيد من أجل المشاريع الإغاثية أو المشاريع التي تقدم الخدمات للناس هنا. هذه المدة ستؤثر على نوعية وحجم المساعدات التي يمكن أن تقدم للناس، إضافة أن 6 أشهر هذه تنتهي مع ذروة فصل الشتاء القادم في شهر كانون الثاني من العام 2023، وهذا يعني
أن الشتاء القادم يجب علينا أن نتنبأ ربما بأوضاع صعبة ربما تزداد كارثية عن السنوات الشتاء أو فصول الشتاء في خلال السنوات الماضية، باعتبار أن هذا التصنيف سينتهي خلال فصل الشتاء القادم. بالطبع كما ذكرت هو دون المأمول الذي كانت تتوقعه الناس من قبل مجلس الأمن ومن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب منصور، كيف تبدو حركة المرور عبر المنفذ الأخير الإنساني إلى سوريا، معبر باب الهوى، سواء للمساعدات أو للعابرين من المدنيين خلال الفترة الأخيرة؟ بالطبع أمير، معبر باب الهوى الحدودي هو لا يقتصر عمله على فقط على إدخال المساعدات الأممية وعلى دخول المساعدات الأممية والإنسانية، بل هناك أيضا هو معبر تجاري أيضا في الوقت ذاته. هناك قوافل تدخل عبر هذا المعبر، هي قوافل لسلع ولمواد غذائية يتم شراؤها من قبل التجار إلى الداخل السوري. أيضا هناك حركة لبعض المسافرين الذين يسمح لهم بالدخول إلى تركيا. هناك أيضا للحالات الإنسانية والصحية التي تحتاج للعلاج في الداخل التركي. لكن على صعيد القوافل الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة، بالطبع أمير، على اعتبار أن القرار الماضي كان ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، ومن المعتاد كما جرى سابقا يتم إدخال جميع الشاحنات والقوافل الإغاثية التي كان من المقرر أن تدخل قبل هذه المدة خلال الأيام الأولى من هذا الشهر. كان هناك ضغط كبير، لكن مع بدء انتهاء المدة وهي العاشر من الشهر الحالي توقفت العمل الإغاثي وتوقف دخول القوافل الإغاثية عبر هذا المعبر لعدة أيام، ريثما تم التمديد حيث تم استئناف دخول المساعدات الأممية من جديد كما كان سابقا. في موضوع المرضى، هل ما تزال آليات إدخال المرضى قائمة إلى تركيا، وكيف تتأثر هذه الآلية خلال أيام العطل الرسمية؟ نعم بالطبع أمير، إحالة الحالات الطبية الحرجة والتي من الصعب علاجها هنا في الشمال السوري ما زال مستمرا العمل به عبر معبر باب الهواء الحدودي. بالطبع هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل إعطاء تأشيرة الدخول للمرضى. هناك أعداد معينة أولا من المرضى الذين يتم تحويلهم بشكل يومي. أيضا هناك حالات محددة من المرض، على سبيل المثال مرضى السرطان مثلا. أيضا هناك بعض عمليات القلب التي يصعب على الأطباء هنا في الداخل السوري إجراؤها، وهناك أيضا عدد محدد. يتم بالطبع إدخال الأعداد التي من المقرر إدخالها خلال فترة العيد غالبا قبل دخول عطلة العيد، بحيث يتم تأمين العلاج لهذه الحالات، خاصة وأن الكثير من هذه الحالات تكون هي حالات حرجة وتحتاج إلى تقديم العلاج بشكل سريع، وفي حال أي تأخير قد ينعكس ذلك على الحالة الصحية. بالطبع خلال العيد الأضحى وخلال أيام العطل يكون هناك غالبا توقيف لهذا الحالات، استثناء بعض الحالات التي تسمى هنا الحالات الحرجة التي ربما قد تكون إصابات نتيجة حوادث سير تؤدي إلى إصابات بحاجة إلى عمليات حصرا في الداخل السوري، يبدو حينها إدخالها بشكل استثنائي عبر معبر باب الهواء الحدودي. ويوجد هناك كوادر وطواقم طبية سواء على الطرف السوري أو مداخل تركيا أيضا لاستقبال هذه الحالات. طيب منصور، كيف مر العيد على أهالي إدلب وريفها، حبذا لو تضعنا في أجواء العيد الذي شهدته المنطقة؟ بالطبع أمير، على الناحية الأمنية وفي ناحية الهدوء الأمني، نعم كان هناك حالة من الهدوء الأمني. لم تشهد المنطقة قصفا أو ربما أو اعتداء من قبل قوات النظام، وهذه الحالة التي تسود المنطقة منذ قرابة العامين تقريبا، وهو سبب حالة من الاستقرار النفسي نوعا ما لدى الناس. لكن على الصعيد المعيشي بالطبع هناك حالة من الغلاء، حالة من فقدان للأسف إلى الدخل المعيشي جيد لدى معظم العوائل. هناك غياب لفرص العمل حقيقة، وبالتالي الاستعداد للعيد كان خجولا حقيقة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى معظم الناس هنا. أيضا حجم المساعدات الأممية وحجم التبرعات التي كانت تأتي من الخارج للداخل السوري حقيقة تدنت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وهي انعكست أيضا على فرحة وبهجة العيد. بالطبع الكثير من العوائل تعتمد على ما يقوم بتحويله أبناؤها من المتواجدين في الدول الأوروبية أو دول الخارج سوريا من حوالات مالية قبيل العيد، تستعين بهذه الحوالات لشراء حوائجها سواء من ملابس أو من أضحية أو من احتياجات أخرى خلال العيد. ساحات العيد كانت شهدت حركة نوعا ما مقبولة نسبيا، وخاصة لدى الأطفال.
في محاولة من الأهالي لعدم حرمان الأطفال من بهجة وفرحة العيد، لكن على مستوى حقيقة الكبار بهجة العيد لا تزال حتى الآن دون المأمول به بسبب النزوح أيضا أمير، وبسبب عدم الاستقرار والوضع هنا في الشمال السوري. طيب في ظل هذه الأوضاع كلها، هل هناك تحسن في الواقع الاقتصادي في محافظة إدلب، بما أنك ذكرت موضوع الحوالات الخارجية أو المساعدات الإنسانية الواردة إلى المنطقة؟ حقيقة أمير هناك حالة إذا صح القول من الحركة العمرانية بعض الشيء، هناك إقامة لبعض المنشآت والمعامل، لكن هي لا تزال حتى الآن دون ما يحتاجه الشمال السوري. نحن نتحدث هنا عن 4 ملايين سوري تقريبا يقطنون سواء في أرياف إدلب أو في حلب، نسبة كبيرة من البطالة، معظم قابض النصف القاطنين في هذه المنطقة هم من النازحين الذين فقدوا أراضيهم، فقدوا مصادر رزقهم، وباتوا بدون عمل وبدون دخل. حقيقة ما تحتاجه المنطقة من مشاريع ومن معامل ومصانع هي تحتاج إلى نهضة سريعة وبأعداد كبيرة وبتنوع أيضا جغرافي كبير. الحركة الاقتصادية التي توجد هي مقبولة نوعا ما، لكن لا ترتقي إلى مستوى ما يحتاجه الناس هنا في الشمال السوري، خاصة أن الكثير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال للأسف يذهبون للاستثمار في بعض التجارات وبعض المهن التي تدور عليهم الأموال وتضمن أرباحها دون الاهتمام كثيرا بتأمين فرص العمل وتأمين احتياجات الناس. منصور، ماذا عن التطورات العسكرية في المنطقة خلال العيد أو في الوقت الحالي، خاصة أن النظام خلال الأعوام السابقة كان يستهدف مناطق السكن، مناطق المدنيين خلال فترة العيد وكان هناك هدن، الآن ما هو الوضع العسكري في العيد والوضع الحالي؟ نعم بالطبع أمير، الأوضاع العسكرية إذا ما تحدثنا على الجبهات سواء في ريف إدلب الشرقي أو الجنوبي أو أيضا في ريف حلب الغربي، لا يخلو الأمر من بعض المناوشات، بعض عمليات القنص المتبادلة سواء بين قوات النظام أو من قبل الفصائل العسكرية التي ترابط على تقوم هذه المنطقة، أيضا مع بعض الاستهداف أحيانا من قبل قوات النظام بقذائف المدفعية للمناطق الحدودية، لكن الحمد لله أن خلال فترة العيد لم يشهد هناك سقوط ضحايا مدنيين أو استهداف بشكل مباشر لتجمعات سكنية أو لساحات العيد كما كان يجري في بعض الأحيان خلال السنوات الماضية. حالة هناك هدوء نوعا ما، هي عادة نوعا من الحياة خلال الأعياد سواء هذا العيد أو الأعياد الماضية بسبب الهدوء النسبي الذي تعيشه المحافظة. وبشأن موضوع انتشار الفصائل والجيش التركي، كيف هو الوضع في جبل الزاوية تحديدا؟ فيما يخص قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حتى الآن هذه القرى للأسف تشهد عدم استقرار نوعا ما بسبب عدم عودة أهالي معظم السكان معظم أهالي هذه المناطق إليها، هذه القرى والبلدات، بسبب المخاوف حقيقة من تجدد القصف أو تجدد الاستهداف أو ربما أن يكون هناك عمليات عسكرية من قبل قوات النظام باتجاه هذه المناطق. معظم أهالي تلك القرى والبلدات هم من النازحين الذين اضطروا للنزوح خلال الحملة العسكرية التي جرت في أواخر عام في بداية عام 2020 واضطروا للإقامة في مخيمات الشمال السوري، فهي على الصعيد المعيشي والخدمي حتى الآن غير مقدمة بسبب غياب معظم سكانها عنها، وأيضا كذلك رفض المنظمات الأممية والتي تعمل هنا في الداخل السوري من العمل في تلك المناطق بسبب المخاوف الأمنية، خاصة بأنها مناطق حدودية وهي على الجبهة وهناك احتمال في أي لحظة أن تصبح هذه المنطقة معرضة للاستهداف. طيب بما أننا تطرقنا للشأن العسكري منصور، حبذا لو تضعنا أيضا في صورة الوضع الأمني الداخلي في إدلب وريفها، كيف هي الحوادث الجنائية خاصة خلال فترة العيد؟ خلال الأشهر الماضية كان هناك تحسن في الملف الأمني هنا في محافظة إدلب، هناك سواء وهنا لا نتحدث عن انخفاض الجريمة بقدر ما نتحدث عن القبض على الفاعلين، تقديم الكثير منهم حقيقة للعدالة. خلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك فيما يخص جرائم القتل على سبيل المثال أو بعض عمليات السرقة التي كانت تجري، تم القبض على الكثير من الفاعلين، هناك العديد من الجرائم تم كشف ملابساتها خلال أيام قليلة. هذا الأمر بالطبع أيضا موضوع التفجيرات التي كانت تقع بين الحين والآخر كذلك شهد الحمد لله انخفاض كبيرا في محافظة إدلب، نادرا ما يحصل أو يقع تفجير هنا في الداخل السوري في محافظة إدلب تحديدا وأريافها،
بسبب القضاء على وكشف الكثير من الخلايا التي كانت سواء بعضها يعمل مع تنظيم الدولة أو بعض الخلايا التي كانت تعمل مع النظام وتم كشفها سابقا وتقديمها للمحاكمة. شكرا لك منصور صبرا على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. مراسل حلب اليوم كنت معنا من إدلب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج المشهد الأسبوعي. كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مرحلة خطيرة وصلت إليها مناطق سيطرة النظام من انتشار للمخدرات وتعاطيها بشكل وصفته الصحيفة بالمخيف وسط تواطؤ من قبل عناصر النظام وميليشياته وفق الصحيفة. وقالت الصحيفة أيضا إن العاصمة دمشق تحولت إلى مستهلك رئيسي للمخدرات بعد أن كانت عبارة عن معبر للبضائع القادمة من إيران عن طريق الميليشيات ومن ثم تصدر إلى لبنان ودول الجوار ودول الخليج. وأشارت إلى أن مجموعات من الشبان تشتري المواد المخدرة وتطلبها من بائعي المخدرات علنا في مشهد لم يكن مألوفا قبل الأحداث التي مرت بسوريا على مر السنوات العشر الماضية. وكان من المفترض أن ينضم إلينا مراسل حلب اليوم مروان السيد من دمشق، لكن يبدو أننا فقدنا الاتصال معه. نشكرك على كل حال مروان من دمشق، والشكر موصول لكم أيضا سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج المشهد الأسبوعي. على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بأمان الله.